بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وزملائي أعضاء الإدارات الأكاديمية وأعضاء الاتحاد العام ومحامين الإدارات الأكاديمية، الحقيقة لفت نظري لما بيقدم الأستاذ حسام الاتحاد باعتباره أول اتحاد، لا الحقيقة ده 10 اتحاد بس أتمنى أن يكون آخر اتحاد. أتمنى أن يكون آخر اتحاد بمعنى إنه مش عايزين لا فرقة ولا انقسام ولا شروخ في إدارة الإدارات الأكاديمية، ليكن اتحاد واحد يضم كل الراغبين في الانضمام للنشاط العام والتعبير عن محامين الإدارات القانونية دون مساس بدور ممثلي الإدارات القانونية في النقابة العامة أو في النقابة الفرعية، وإنه التنسيق الحقيقي بين الاثنين أو بين كل الجهات وبين النقابة أمر مهم هام لمصلحة المحاماة ولمصلحة المحامين. وأنتم تعلموا جيدا أنه لما وضع دستور 2014 أو في عجز نص المادة 198 من الدستور، حرصنا واحنا بنتكلم عن استقلال المحاماة والمحامين نحن نؤكد استقلال محامين الإدارات القانونية وأن نذكرها حصرا ولفظا، بمعنى أنه حتى البعض قال ما هي محامين تشمل كل المحامين، قلت له فعلا تشمل كل المحامين، لكن احنا محتاجين نعزز هذا الاستقلال بميزة دستورية تكون في عنوان هذا الدستور وقال الله فعلا هذا الأمر. لذلك عندما رأينا أن ننجز تعديل قانون الإدارات القانونية كان صارت أكثر من مشكلة حوالين مستويات التعزيز ده، يعني كان في رؤية طموحة وتصل إلى حد المبالغة وفي رؤية أخرى واقعية متدنية في واقعيتها أقل من الحد الأدنى المتيقن لدى كل محامين الإدارات القانونية من رؤية. استطعنا نحن نصل إلى صيغة وسطية وعملنا مشروع وسطي يحقق بقدر الإمكان لا يضيع الفرص المتاحة اليوم من تعزيز دور الإدارات القانونية ولا يمنحها من أن ترفع سقف طموحاتها إلى ما هو أعلى من ذلك إذا ما أنجزنا الخطوة الأولى، وده اللي خلانا نخلص مشروع قانون قدمناه فعلا في البرلمان. وأرجو أن يكون هناك دعما معنويا من محامين الإدارات القانونية حول هذا القانون، أي انقسام حواليه يعطله. يعني أنا هذكركم بما حدث مع قانون المحاماة، لما طرحنا قانون المحاماة كانت الحوافز الانتخابية والرغبات الانتقامية من البعض بتتصدى أو تحاول أن تعرقل إصدار القانون بكل الوسائل. راحوا مجلس النواب قعدوا يصرخوا في صفحات الفيس، قعدوا يطلعوا منشورات إحنا ما شفناش القانون، إحنا ما نعرفش حاجة عن القانون، القانون بيضيع المحامين، القانون ده كاد أن يضيع مشروع قانون المحاماة الأصلي، كاد أن يضيعه لولا صحوة أعضاء البرلمان ويقظتهم في تبني المشروع انتهاءه خروجه إلى النور. بقي المرحلة الثانية من مشوارنا التشريعي وهو قانون الإدارات القانونية. إحنا وصلنا لصيغة، الصيغة دي قدمناها فعلا في البرلمان والآن في استكملت توقيعات النواب 10 الأعضاء وقعوا على التعديل أو على المشروع، وبإذن الله تبدأ جولة الاستماع ثم المناقشة في اللجنة التشريعية ثم الدخول إلى تصويت نهائي أمام اللجنة. وأنا أعتقد أنه أغلب حضراتكم أو حضراتكم جميعا مدركين أو أدركتم معظم التعديلات اللي احنا وضعناها. أنا أكلمكم على أهم الملامح اللي كانت تعنيني أنا منذ حتى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. كان يعنيني أولا تعزيز الاستقلال بأن تكون جهة الإدارة محيدة قبل محامي الإدارات القانونية ولا يخضع لها في الجزئات الموجعة التي يمكن أن تؤثر على مساره ولا على استقلاله، فأسنداها إلى اللجنة العليا للإدارات القانونية. اللجنة العليا للإدارات القانونية حرصنا أيضا علشان نكمل مسيرة التعزيز أن يكون نصابها لصالح المحامين، نصابها في التشكيل لصالح المحامين. يعني إحنا لما نتكلم على تشكيل اللجنة العليا قلنا فيها رئيس وزير العدل ده رئيس وأحد نواب محكمة النقض رئيس محكمة النقض رئيس مجلس الدولة هيئة قضاء الدولة النيابة الإدارية
اثنين من رؤساء مجالس إدارة الشركات والجهات، سبعة من أقدم مديري وأعضاء الإدارات القانونية، عشان يبقوا سبعة قصاد سبعة. لما وزير العدل يغيب لأي سبب أو أي عضو فيهم يغيب، إحنا هنبقى أغلبية تشكيل المجلس. وبالتالي كل ما أسندناه للجنة العليا للإدارات القانونية من سلطات حجبناها عن الإدارة ومنحناها لهذه اللجنة، أسندنا أيضا للجنة أغلبية من المحامين، وبذلك استطعنا أن نحل اللغز في خروج المحامين من قبضة الإدارة أو من هيمنة الإدارة أو من الضغط على استقلالهم المختلف. الأمر الآخر، أيضا رفعنا سقف الوظيفة أو المسمى الوظيفي فيها لتصبح زي ما وضعناها في القانون، تبدأ بنائب رئيس للشؤون القانونية، نائب رئيس إدارة مجلس إدارة، نائب رئيس الشركة، نائب رئيس الهيئة للشؤون القانونية، يليه رئيس قطاع قانوني للشؤون القانونية، يليه مدير عام للإدارة القانونية، يليه كبير محامين، يليه كبير محامين مساعد، ثم كبير محامين مساعد به، ومحامي ممتاز ومحامي. هذا السقف بارتفاعه بيدي فرصة لترقي أكبر عدد من ممكن المحامين، وأيضا يدي يضع المحامي في المكان المناسب في الهيئة أو في الإدارة، أن يكون عضو الإدارة القانونية نائب لرئيس الهيئة أو الجهة أو المجلس، ده شيء يعزز من دور الإدارة القانونية ومن قيمتها أمام العاملين وأمام المجتمع وأمام هيئته. النقطة الثالثة اللي أنا عايز أكلمكم عليها هي مسألة البدل التفرغ. والحقيقة إحنا احترنا ما بين الأجر الأساسي والأجر الوظيفي، فحطينا المصطلح اللي يخلي الأمور قابلة يمنح الأعضاء الفنيين بالإدارات القانونية بدل تفرغ ثابت قدره 100% من الأجر الأساسي، كما يمنحه 50% من الأجر الأساسي كبدل الانتقال، بالإضافة إلى كافة المزايا والمنح والبدلات الأخرى. طبعا هي الأساسي دي هتبقى محل جدل، لأنها مش مصطلح موحد لدى كل الهيئات، لكن احنا بنقصد الأساسي هو أعلى تجمع للراتب أو أعلى تجميع للراتب في الجهة أو في المسمى اللي موجود له، سواء كان وظيفيا أو كان أساسيا. ونحن بنقول 150 عشان نقول بدلين، احنا أيضا هنبقى عاملين حسابنا إن احنا هنتفاوض، وإنه في وزارة مالية هتيجي تقول لك حاسبونا والرقم واللي ما رقمش والمسائل دي، فلو قدرنا نصل حتى إلى 25% زائد 100% أو يبقى 125% أو 100% بالمالي مرتب المحامي، يبقى حققنا خطوة أعتقد أنها تبقى خطوة جيدة أو مقبولة. ده مش معناه إن احنا حققنا كل طموحاتنا أو كل طموحاتكم في تعزيز دور الإدارات القانونية، إنما حققنا خطوة، يعني انتقلنا من المربع واحد إلى المربع ثلاثة، ممكن نوصل لعشرة، بس بدأ من أنه اتحركنا يبقى الدنيا إن شاء الله قابلة له. فأنا يعني أوصيكم بمساندة المشروع ومنع أي حد أي طرف يحاول أن يعرقل هذه المساندة أو يضيع فرصة مناقشتها داخل البرلمان، ولأن البرلمان دخل على مرحلة انتخابية كبرلمان يعني، فهي دي آخر دورة بالنسبة له، فهيبقى متأثر بالصياح كثيرا في الأمر. فأنا بقول لكم كونوا يقظين في الحفاظ على مشروعكم المقدم لمجلس النواب، علشان نقدر ننجزه خلال هذا الدور أو خلال هذه الدورة الأخيرة أو النهائية. تشكيل اللجنة العليا المدى 17 أعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون، مش هذا يعني هنبقى مع حضراتكم موجود. ده كان خلاصة يعني كل هذه التعديلات كان خلاصة حواراتكم أو الحد الأدنى المتوقف منكم اللي الذي قبول يصل إلى حد الإجماع تقريبا، مع الاحتفاظ بحق الطموح، حقنا في الطموح جميعا، في أن احنا عايزين أعلى في البدل الأساسي، عايزين أعلى في السلطة، عايزين أعلى في الصلاحية، عايزين أعلى في الموقع، كل ده احنا بنحترمه جدا في نفسنا وبنحترمه في حضراتكم، لكن في النهاية ما نقدرش نحقق ده كله مرة واحدة. احنا بنقول ما لا ندركه كله لا نتركه كله، هو ده المنهج اللي احنا حابين نشارك فيه.
أيضا أنا حابب أكلمكم على دور محامين الإدارات القانونية في الجمعية العمومية القادمة. في جمعية عمومية للمحامين، مبناها الأساسي زيادة معاشات المحامين ورفع السقف الحد الأقصى من 2000 إلى 3000 جنيه، يعني حساب سنة بدل 50 جنيه عن كل سنة اشتغال هتبقى 75 جنيه عن كل سنة اشتغال. الحد الأدنى في لها هيبقى 1000 جنيه بدل ما كان 500 أو 600. زيادة دورية للمعاش 5%، زودنا كل المعاشات القديمة اللي بتقل عن 650 جنيه بنسبة من 15 إلى 35%. معاش الدفعة الواحدة ما زال مقررا ومش مفيش تراجع. هذا الأمر يحتاج إلى إنه المحامين تيجي علشان تقول إحنا يعني محامين الإدارات القانونية مستفيدين شأنهم شأن باقي المحامين من أي تعديل يطرأ على نظامها المالية أو نظمها المالية والمعيشية. لذلك أنا حريص إن أنا أشوف محامين الإدارات القانونية في التصويت القادم. مش عايز أشوف تصويت شكلي، أنا هعمل ثلاث لجان للإدارات القانونية علشان أقدر أشوف حجم مشاركة المحامين في الحضور وفي الاهتمام وفي المتابعة، لجنة للقاهرة ولجنة للجيزة ولجنة لخارج القاهرة، علشان نبقى حاصرين حضراتكم في أنتوا عارفين أنتوا شاركتوا بقد إيه، ونحن عارفين حجم مشاركتكم أنتوا هيكون حجمه ايه في دعم خلاص في دعم النقابه، لان انتوا جزء اهم من 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 مكونات نقابه المحامين، واحنا حريصين على انه زملائنا اعضاء الادارات القانونيه لا يشعروا الا بالمساواه الكامله في الحقوق والواجبات، واعتقد ان ده امر مطروح ومتاح الان في قانون المحاماه وفي قواعدها وفي ضوابطها وايضا في مسالكها. نقابه المحامين لن تتخلى ولن تترك محامين الإدارات القانونية في مأزق، وإحنا ما تخليناش ومش هنتخلى، عندنا معارك معاكم سواء في اللجنة العليا للإدارات القانونية لغاية ما نقضي على فكرة فتح الدواليب وتفتيش المحامين بهذا الشكل المهين. هذا أمر مرفوض تماما، لا مستشار ولا وزير ولا غفير يملك أن يفتح مكتب محامي ويقول له هذا الأمر. وأنا بقول لكم أي حد اي مسؤول ان شاء الله مستشار رئيس اللجنه العليا وزير العدل جه وقال افتح الدولاب واكسروا الدولاب امنعوا بالقوه وصوروا وانا مسؤول عنك ومسؤول عن الدفاع عنك. ما تسمحش لحد يمس باستقلالك ولا بشخصيتك ولا بدورك ولا بوزنك ولا بقيمتك ما دمت بتتصرف التصرف الصحيح. هذا امر مش من سلطه حد، مش من صلاحيه حد انه يقتحم مكتب وانه يفتحه بالعافيه بدون اذن قضائي له سبب في جريمه وقعت فعلا، مش هو عايز يمارس ايمانه او عقده نفسيه لبعض ممثلي الادارات او الهيئات عندهم عقده من المحامين. لان انا اعرف واحد كان في هيئه من الهيئات والمحامين في الهيئه دي استطاع ان يصدر حكم بابعاده عن ان يكون مستشارا قانونيا لرئيس الهيئه. راح الادارات القانونيه بينتقم منه. هذه دي عقد. انا كتبت مذكره لوزير العدل بهذا الشان، وهو موضوع قديم مش جديد يعني، لكن انا بوعدكم احنا مش هنسيب حد يعتدي على المحامين في الادارات القانونيه. شان اي محامي في مصر سواء بسواء، انتم في ذات المكانه وفي ذات المقام وفي ذات القيمه اللي احنا بنعتز بيها، عشتم للمحاماه وعشتم لنقابه المحامين، وشكرا لحضراتكم.